خلينا بالبيت، خليك بالبيت، عمود رياضتك بالبيت، لحن بالبيت، غني، حضر موفيز، حضر أخبار، خلق تسلي لإلك، بس خليك بالبيت، لأنه الوقاية خير من العلاج. ورح يرجع الوضع طبيعي بإذن الله سبحانه وتعالى، بس اللي صار هو درس للبشر، رغم تطور العلم ورغم تطور الطب، إلا أن ربنا سبحانه وتعالى قادر على هلاك الكون بأكمله بجرثومه. فيا ابن آدم، عرف حجمك وما تنسى عظمة الله سبحانه وتعالى. كرمالنا، كرمال ولادنا، كرمال الأشخاص اللي منحبهم، كرمال مسؤوليتنا قدام المجتمع، يمكن الوقاية هي السبيل الوحيد للحد من انتشار المرض الفتاك الكورونا. فأحد سبل هذه الوقاية هو أنه نحن وولادنا وكل الأشخاص اللي منحبهم نلتزم بيوتنا، منقول لكل الناس خليك بالبيت.